أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في برنامج ديوان الملة اليوم راح يكون حديثنا عن الإعلام الإلكتروني والصحف الإلكترونية وأيضا الإعلام الكويتي من يديره وايضا ايضا ما يخص الشان السياسي رحب معي بضيفي وضيفكم الكريم معي اخوي الاستاذ محمد العراده امين سر اتحاد الاعلام الالكتروني مرحبا فيك يعطيك مرحباً. العافيه ابو احمد واشكر لك يعني هذه الاستضافه وباذن الله تكون حلقه شيقه وجيده لايصال رساله مهنيه بما يخص الاعلام بما يخص الامور السياسيه باذن الله الاعلام الالكتروني منذ قانونه وانشائه الى اليوم ودوركم كاتحاد نتكلم على الموضوع احمد يعني لا يخفى على الجميع بان اتحاد الاعلام الالكتروني كان له دور كبير جدا من خلال شخوصه قبل ان يشهر هذا الاتحاد وفقا لقرار 492 على 2017 اتحاد الاعلام الالكتروني عندما كان هناك قانون الاعلام الموحد اللي رفضته الصحافه الورقيه كان لي ملاك الصحف الإلكترونية أو الوسائل الإعلامية موقف جاد في هذه المسألة جاء بعد ذلك بعد رفض قانون الإعلام الموحد يعني قانون الإعلام الموحد كان يشمل مثلث الاعلام الالكتروني، المرئي والمسموع، الصحافه الورقيه. فركزوا على موضوع الصحافه الالكترونيه. بعد ذلك كان لملاك الصحف الالكترونيه من الشباب موقف جاد لمعالجه مثالب هذا القانون، على الرغم من ان هناك مجموعه كبيره رفضت التعامل مع وزاره الاعلام ورفضت التعامل مع مجلس الامه في اللجنه التعليميه بحجه يعني انه ما يكون في بيننا وبينهم تعاون وان راح نستمر في هذه المساله. يعني ابت على انفسنا انا وفيصل الصواغ وزيد الصانع ومجموعه من الاخوه اللي حاليا يعني جلهم في اتحاد الاعلام الالكتروني الا الجلوس مع الشيخ سلمان الحمود وزير الاعلام انذاك والشباب واللجنه التعليميه في مجلس الامه وتناقشنا وعالجنا هذه المثالب في قانون الاعلام الالكتروني اللي كانت تؤدي الى سجن، كانت تؤدي الى مزيد من الغرامات، كانت التكاليف تكاليف الرخص 10000 دينار واعلى فعالجنا مجموعه كبيره من هذه المثالب وانجزنا والله الحمد وحققنا انجاز كبير في هذا الموضوع حتى صدر قانون 8 على 2016 بعد ذلك اشهر اتحاد الاعلام الالكتروني اصبح هذا الاتحاد هو الوسيله وال... يعني الركيزه الاساسيه للدفاع عن الصحف الالكترونيه خلال اربع سنوات سابقه يعني اقمنا العديد من الدورات الى ما قبل جائحه كورونا كل المنظمين الاتحاد الاعلام الالكتروني نكفل لهم المسألة مساله الدفاع القانوني وقفنا مع كثير من الصحف بما يخص موضوع الحريات بما يتوافق مع القانون والدستور الحمد لله بدايه تاسيسيه جيده خلال اربع سنوات الان تم تشكيل مجلس اداره جديد نبارك لكم على التشكيل لكن هل حققت الاهداف المرجو من يعني هل يعني هذا قانون 8 على 2016 تحققت الاهداف أه، والله الحمد تحققت الاهداف هناك اشكاليه كبيره ابو احمد حتى من بعض للاسف نواب مجلس الامه لا يفرقون بين قانون الجرائم الالكترونيه الخاص بالافراد <applause> وقانون الاعلام الالكتروني الذي يحفظ مهنيه والحقوق الفكريه والملكيه للصحافه الالكترونيه بترخيص مثبت وبترتيبات معينه مع وزاره الاعلام أه يعني خلال هذا القانون قانون الاعلام الالكتروني والله الحمد تم تحقيق العديد من الإنجازات اليوم نحن في مجلس إدارة جديد أول هذه الانتصارات التي حققناها هو إيجاد مقعد والمقصود في مقعد مش مقعد واحد المقصود في مقعد إيجاد قدم للصحافة الإلكترونية في مجلس الأمة مدام تطرقت لمجلس الأمة أنتم قابلتوا رئيس مجلس الأمة الأخ مرزوق الغانم شنو اللي دار معاكم بخصوص هذا الموضوع وشنو اهميه دخولكم مجلس الامه وليش كانوا يعني قبل يمنعونكم فقط الصحف الرئيسيه او القنوات اما انتم ممنوعين من دخول مجلس الامه. دام تطرقت لهذا الموضوع ابو احمد انا بتطرق لموضوع مهم جدا يعني قابلنا رئيس مجلس الامه سيد مرزوق الغانم لهدف معين لكن للاسف بعض الحسابات الوهميه وبعض الاسماء المستعاره في منصات مواقع التواصل الاجتماعي تهكمت واتهمت اتحاد الإعلام الإلكتروني الذي جاء منتصرا للحريات في مجلس الأمة لإيجاد مقعد خاص للإعلام الإلكتروني اليوم لما نقابل رئيس مجلس الأمة سواء نتفق أو نختلف معه هناك جزء معانا في اتحاد الاعلام الالكتروني في مجلس الاداره لا يتفق مع سياسه الأخبار. مرزوق هدف سمحتوا له الصحف الدش او كانوا ممنوعين بالضبط محمد لكن للاسف هناك بعض الحسابات الوهميه التي تدار الان يعني بحسب معلومات من خارج البلاد هدفها زعزعه هذه المساله وعدم النظر للانجاز اللي حققه اتحاد الاعلام الالكتروني بايجاد يعني وجود للصحافه الالكترونيه في مجلس الامه بالعكس هذا يعتبر انتصار للصحافه الالكترونيه يوم مشهود للصحافه الالكترونيه لكن بعض الحسابات الوهميه المموله من الخارج والتي تدار باموال يعني اسمح لي ابو احمد قذره يعني هدفها الاساسي عدم رؤية كافة الإنجازات وشخصنة المسألة هم قالوا أن الأخ مرزوق الغانم شراكم والله هذا يعني يقول الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين والشخص اللي يدعي لأ لابد أن يثبت هذه المسألة مرزوق الغانم رجل شخص رئيس مجلس الأمة نتعامل معه بصفته لا يعني سلبيات لا إيجابيات ما في انسان معصوم من هذه المساله، لكن انه يشترينا لا يعني لا مرزوق ولا غير مرزوق يشتري شخوصنا الكريمه لان ولله الحمد لدينا عقول نفكر بعقولنا ولا يتم استخدامنا عن طريق يعني بعض الاموال او الدنانير لي يعني يثير لعاب البعض لها، الحمد لله لدينا اسر كريمه، لدينا يعني كرامات ولدينا كذلك أهداف معينة، هدفنا الأساسي اليوم كاتحاد الإعلام الإلكتروني هو خدمة الإعلام الكويتي بما يشرف مهنية الإعلام الكويتي الذي كان رائدا على سنوات كثيرة وباذن الله سيبقى في 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 تخصص الإعلام الإلكتروني على مستوى دول الشرق الأوسط. شنو أسباب المقابلة؟ تقديم الشكر شنو أسباب مقابلتكم مع أبو علي؟ أسباب المقابلة الأساسية كان هناك أحد الزملاء الصحفيين ادعى للأسف يعني بأن الص... تم منعه من دخول مجلس الأمة وهذا كلام غير صحيح لأن الصحف الإلكترونية والكل يعلم في الشارع الكويتي بأجمل أن الشارع الكويتي شارع واعي ومثقف الكل يعلم بأن الصحف الإلكترونية غير مسموح لها في دخول مجلس الأمة كون عدد التراخيص اليوم أبو أحمد 450 عشان ترخيص عشان. إذا افترضنا كل شخص مع مراسل وكاميرا هذه 900 شخص هذا ملعب مو مجلس أمة يعني حتى المقاعد اللي فوق ما تشيل هذه الكمية من الأعداد أضف إلى ذلك يعني مع احترام لكافه الاخوه الوافدين اللي كلهم كل احترام وتقدير 70% من العاملين في الاعلام اليوم في الكويت غير كويتيين فلما يدخلون يعني بعضهم راح يبتدي يحتك في النواب يوصل رساله يخلص معاملات تم الاستغلال فتم تم اعفاء يعني الصحف الالكترونيه بهذه الحجه ما دام سالت تفضل بس بوضح نقطه ايه. بسيطه لذلك قام اتحاد الاعلام الالكتروني بوضع اليه محدده بوجود اتحاد الاعلام الالكتروني الممثل الشرعي وفقا لقوانين الدوله في مجلس الامه لنقل كافه التصاريح وكافه الفيديوهات الخاصه بمجلس الامه لكافه الصحف الالكترونيه عن طريق البريد الالكتروني اللي حطيناه في حسابات اتحاد و الاعلام وممكن توصلهم هالفيديوهات كلها كل بلا استثناء سواء نتكلم خ... بوضوح وبصراحه سواء فيديوهات الاخ مرزوق الغانم او الاخ محمد براك المطير تبي تنشر حق الشخص هذا تبي تنشر حق مرزوق الغارب تبي تنشر حق بكل شفافيه بكل الى الجميع لك الحق يعني حتى مقاطع غير مقطعه وابتدانا يعني الان يعني صار لنا اسبوع نبعث حق الاخوان اللي راسلونا كافه المقاطع والفيديوهات اللي قاعد تحصل لكافه الاطراف اليوم واجبنا واجب اتحاد واجب مهني بعيدا عن الصراع السياسي في البلاد ممتاز آه يمكن شاغل الشارع الكويتي ان هذه الحسابات او الصحف الالكترونيه او قنوات الاخبار الاخباريه ان من يديرها غير كويتيين مو صحيح اسمها والله محمد كويتين. الكلام فيه نوع ما من الصحه يعني مم. كل لكل يعني الاخوان الوافدين الاحترام والتقدير لكن الصحافه يجب ان تكون يعني صحافه مختصه بالشان البلدي يعني عندما يعني من, من يديرها يعني جزء كبير من الاخوه الوافدين وكذلك الاخوان غير محددين الجنسيه اللي كلهم كل الاحترام لشخصهم لكن هم الاغلب اليوم المتواجد في السوق الاعلامي. يدير هذه الكميه من القنوات الاخباريه والصحف بكل تاكيد سواء المرخصه او غير المرخصه وغير المرخصه اليوم يعني احمد غير مرخصه عندنا صحف غير مرخصه في الكويت وتشتغل وتشتغل في الكويت الان ولا وزاره الاعلام ولم تتم احالتها يعني وزاره الاعلام بوضح نقطه لها انجازات عديده في ظل يعني الوزير الاخ عبد الرحمن المطيري ابرز الانجازات هي تغيير الشعار وتغيير الروح بما يتوافق مع الروح الشبابيه لكن لدينا عتب من عهد الشيخ سلمان الحمود وهذه كلمة حق كلمة الحق يجب أن تقال بلا زعل يعني من عهد الشيخ سلمان الحمود إلى عهد الوزير الأخ محمد الجبري والآن بداية مع الأخ عبد الرحمن المطيري اللي تو يعني مسك الوزارة نطالب يعني وزارة الإعلام ممثلة بإدارة النشر الإلكتروني سابقا يعني كان الأخ الإسباعي والآن أبو فيصل يعني يعني مدير إدارة النشر الإلكتروني نطالبهم بوقفة جادة بإحالة برصد كافه الصحف لأن لديهم اداره رصد. كافه الصحف غير المرخصه واحالتها للنيابه يعني احتراما لتطبيق القانون، انت لما جئت بقانون ثماني على 2016 يجب ان ترخص كافه الصحف في دوله الكويت، اما صحف يعني مرخصه وتعاقب وفق القوانين وصحف غير مرخصه ما حد قاعد يحاسبها ولا أحد قاعد يعاتبها، هذه مساله فيها قصور على وزاره الاعلام، نامل من وزاره الاعلام التحرك في المرحله المقبله لرصد الصحف غير المرخصه. حتى لا يؤول الكلام يعني وتطبيق القانون عليه. ومن المعيب ان القنوات يديرها غير كويتي المفروض هذا اعلام من ضمن القوى الناعمه من اهم الاسلحه قد تستغل، هل تم استغلال بعض القنوات لمصالح سياسيه؟ بكل تاكيد سواء من الداخل او من الخارج ابو احمد. من الداخل وانت من تعلم وانت رجل اعلامي وتعلم. مم يعني وسائل اعلاميه يعني الاكثر الان منها يعني حتى لا نعمم يعني حتى توجهاتها معروفه يعني توجهاتها معروفة يعني والعاقل والفطن يعرف والإعلام المهني يعرف بأن هذه الصحيفة ممولة من التيار الفلاني من الشخص الفلاني من الشيخ الفلاني وكذلك من التاجر الفلاني وتدار من الخارج وتدار من الخارج ليش من الخارج يعني بعضها الآن من لندن يعني من لندن من لندن بكل تأكيد ما في شيء بتركيا ما تركيا ما أعلم لكن في في لندن الآن مجموعة تدير أيضا بعض الصحف ويدفع المتضمين. لها مبالغ مبالغ طائله يعني انا اعرف صحف بسيطة جدا تتلقى 2000 و 3000 دينار شهريا. 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 بس على نشر الاخبار. بس على اساس نشر الاخبار وبتوجه معين. للاسف، صارت قضية لاخونا احمد الحمدان قال منع من دخول مجلس الأمه وبعدين سمح له بدخول مجلس الأمه، ما صحت المعلومه هذه؟ <سأل> احنا بس نبي نأكد ابو احمد لان احنا ناس مهنيين وقل الحق ولو على نفسك سواء كان مع الطرف هذا او مع الطرف هذا، <سأل> أنا واجبنا اليوم كاتحاد ان نكون مهنيين للارتقاء بالإعلام الكويتي، <سأل> هذه المسأله مسأله غير صحيحه لان الصحف مثل ما ذكرنا الالكترونيه غير مرخص لها بدخول المجلس قبل لقائنا برئيس مجلس الامه، بعد ذلك تم التنسيق، الان مثل ما ذكرنا راح نكون كاتحاد شرعي ورسمي في الدوله هو المسؤول والمخول بتواجد الصحف الالكترونيه في مجلس الامه، فمنذ لقائنا اصبح للصحف الالكترونيه تواجد قبل ذلك ومن قانون الاعلام الالكتروني 2016 الى 2021 بدايه ابريل لم يكن مسموح للصحف الالكترونيه صحيح. كان يدخل الاخ الفاضل قد يكون يعني عن طريق زياره النواب هذا مسموح فيه اليوم انا اذا بزور بزور أبو احمد تعطيني تصريح وادخل لكن صحيح. ما ادخل معي كاميراتي ادخل معي تليفوني وممكن يعني ممتحص. اجري معك لقاء عن طريق الهاتف في مكتبك ممتاز بنتقل لمحور ثاني يمكن المشاهدين ما يعرفون ساحه الاراده تذكرها ساحة الإرادة بكل تأكيد صحيفتي اسمها صحيفة الإرادة <تصفيق> <تصفيق> لا أتكلم عن ساحة الإرادة يمكن يمكن مشاهدنا ما يعرف أن من بدأ تأسيس ساحة الإرادة هو محمد العرادة أنا أذكرك اتصالك الأول أنا عندي ساحة وعندي أفكار وبتكلم وكان عمرك ذاك الوقت 18 سنة خلينا نبدأ حكايتها من البداية شلون جت لك وأنت 18 سنة حتى سألتك كم عمرك؟ كان تقول لي عمري 18 بكل تاكيد ابو يعني قد يكون هذا الموضوع نوعا ما حساس لكن الانسان يجب ان يكون منصف في كافه الامور، طموحنا كشباب كويتي يطمح للارتقاء يعني للوصول لمصاف على الاقل دول مجلس التعاون الخليجي بالبنيه التحتيه، بالملاعب، بالاقتصاد، بخصخصه الرياضه وبكافه الامور، كان لدينا صراعات كبيره في الرياضه وغيرها من الامور، وكوننا كشباب ما عندنا مراكز ابو يعني مجمعات ومطاعم وبيت أيه. فيحس بخاطرك لما تسافر يعني دبي الرياض الدوحة المنامة كذلك مسقط وكل كافة دول مجلس التعاون الخليجي ترى هذا التقدم اللافت وترى الكويت بتراجع بسبب الصراعات السياسية وقررنا في ذلك الوقت يعني مع منو كنتوا؟ يعني كنا مجموعة شبابية وطنية أنت ومنو؟ أنا وعبد الله أخوي ومجموعة شبابية وكذلك كذلك منهم من أستذكر يمكن الأخ محمد بن وغيرهم المجموعة اللي كان لها يعني حس وطني عملنا في بدايه الامر على تجميع كافه التيارات السياسيه وكنتوا بس فقط تبون الشباب الوطني تطرحون فكركم بالساحه بالضبط نطرح فكرنا بالساحه ونوصل رساله لمعالجه المثالب والسلبيات اللي قاعد وكانت رساله وطنيه رساله وطنيه وكان الحكومه عليها اخطاء في ذلك الوقت وما زالت الحكومه عليها اخطاء حتى نكون منصفين لكن وصلنا رساله شبابيه خالصه مخلصه لاجل الوطن جمعنا التيارات السياسيه فتره تدريجيه وطل... بتجمعت... بعدم وجود نواب كان في البدايه ط... في البدايه لكن بدات بعض ال... اقول بدايه انكم اول تجمع قلتوا ما نبي نواب او او بدايه التجمع كنا رافضين مساله النواب بعد ذلك جمعنا التيارات السياسيه بالنواب وغير النواب منهم العم احمد الخطيب و... ومجموعه كبيره تواجدت معنا في الساحه حتى اشادوا مجموعه من السياسيين بان لاول مره اشاد فيها في تنظيما وطرحا تجتمع كافه التيارات السياسيه في 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 مكان واحد بطوائفها بمذاهبها كان متعاون الحكومه معاكم والداخليه بالعكس وصلنا رساله لكن يعني مع يعني الحكومه والداخليه تعاونوا معاكم في في اول الداخليه من البدايه كانت متعاونه في تنظيم مسائل ساحه الاراده ساعدوكم يعني بكل تاكيد الكويت الكويت مهما كان محمد بلد قانون وبلد حرياته حلو و... وخذيتوا ترخيص وكل الامور هذه بالضبط وتواصلنا يعني وصلنا رسالتنا الشبابيه الوطنيه وبعد ذلك يعني ظهرت كثير من الأمور منها أمور الفساد وغيرها كنا متصدرين المشهد لإيصال رسالة فجأة أبو أحمد يعني وجدنا أنفسنا في آخر تيار يعني مع الموجة في آخر يعني تيار يعني أنا أقول لك طردوكم مو طردونا يعني بدأوا يتصدرون المشهد آه بدأوا يبعدونكم إي لأن, لأن دائماً اتخذت الشارع منهج ثاني الشارع بالضبط أبو أحمد الشارع هو الذي يحرك النواب النواب الذين يحركون الشارع يعني تاكد انه راح يكون حزتها الفئه المستهدفه من هذه النواب فئه ضعيفه. ما نعرفه في علم السياسه وكونه متخصص في علم السياسه الشارع هو من يحرك النواب. فلما حركنا البرلمان ووصلنا رساله فجاه لقينا تصدر لبعض من يريد ان يترشح لمجلس الامه هذه المسائل بعض التيارات السياسيه بدون ذكر اسمائها سواء الاسلاميه او غير الاسلاميه تصدرت هذا المشهد وجدنا نفسنا في اخر المصاف طبعا اسسنا السور الخامس اسسنا خلنا نتكلم عن ساحه الاراده ممتاز يعني بدات دخول تيار سياسي قوي موجه قويه موجه قويه بمختلف صحيح. التيارات مختلف التيارات بكل امانه كان يقودهم الاخوان المسلمين والله ابو احمد لا اعلم يعني ان كان يقودهم الاخوان المسلمين او غيرهم لكن يعني الاخوان المسلمين لهم تواجد في الكويت حالهم حال بقيه التيارات بس دخولهم هي. في ساحه الاراده كان قوي في في ساحه الاراده بكل تاكيد يعني جماعه الاخوان المسلمين متواجده في كل الدول العربيه ولها تاثير في الكويت حلو حتى نكون منصفين لكن ما ما نختصر هذه المساله على جماعه ليش ما يعني تقدر تقول ان في النهايه خرج محمد العراده والشباب الوطني وتحول المشهد السياسي للتيارات والنواب اللي هم اجندات سياسيه خرجوا بخفي حنين بقول ما ماني قايل كلمه ثم اتجهت الى انشاء السور الخامس. السور الخامس في فتره المساله هذه. هذه سنه كم؟ يعني خلينا نقول مثلا في 2009 2010 كانت حلو بدايه بدايه يعني المطالبه بالاصلاحات السياسيه بعدها لجانا الى كافي بعد كافي جاء تاسيس تيار يسمى حدم يعني اذكر يمكن اخوي حماد النومسي رئيس حزب المحافظين المدني حاليا امسي عليه بالخير يعني كنا نقرا التفاصيل قلت له ابو مشعان ترى المساله فيها الحمى الضب قال لي ليش؟ قلت له ليش بيحلون كافي الان؟ دخلت مجاميع تبي تحل كافي وتبي تتجه الى تاسيس التيار المدني حدم. منو حدم هذول؟ مجموعه من الشباب كذلك وايضا مجموعه من السياسيين. قلت له ابو مشعان انا اصل هنا الى اخر المطاف في كافي، اديت رساله وصلت كلمتي كافي. ورحلت الحكومه من الدي... التيار اللي دخل على ح... عليكم يعني؟ والله في منهم جماعات وفي منهم جماعات ما زالت في تركيا الان. يعني ما تبي تقولها الاخوان المسلمين دشوا مع المتحالفين مع الحراك. في في مجاميع ت... يعني فكريا منتميه للاخوان المسلمين. فقلت لابو مشعان نحن نطالب نحن ب... نطالب بتيار مدني، مو أبو احمد اقول الاخوان يصير الهجوم صعب يعني في بال... لا لا خليون عندي انا اعرف دواهم. الله يطول عمرك. ف... فقلت لابو مشعان هناك تيار سياسي يريد تصدر هذا المشهد اعتذر وصلنا رسالتنا في كافي رحلت الحكومه جاء مجلس وزراء جديد انتهت هذه المهمه وانتهت مهمه كافي الان نتفرغ لموضوع يعني من من جانب اخر ومن ناحية آخر. ناحيه اخر من ناحيه اخرى سواء في المجال السياسي او الاعلامي. ممتاز. كان في تصريح رئيس مجلس لوم الاخ زوب الغانم قال بعض المواقع التواصل الاجتماعي مموله. نرجع لاحدى محاورنا، هل فعلا مموله يعني مثل ما انت ذكرت في من لندن في من داخل شون طبيعه التمويل هذا؟ وهل الكلام صحيح؟ بكل تاكيد الكلام صحيح ابو احمد، هناك صحف الكترونيه سواء مرخصه او غير مرخصه. مموله وهناك حسابات وهميه تدار كذلك تضرب في الاعراض والانساب وتتهكم على الاشخاص وتسب الامهات وتعرض صور كذلك لامهات النواب وبعض السياسيين بحجه ابتزاز هؤلاء، كلمه الحق واضحه وصريحه والانسان اللي واثق من نفسه يسير يعني بلا اي خوف او تردد، لكن مثل ما ذكر يعني كلامه صحيح ولو هاجم البعض ممكن لي مسائل تصفيات سياسيه لكن الكلمه صحيحه بكل تاكيد هناك في الكويت وخارج الكويت الاعلام هناك اعلام مرتزق وهناك اعلام وطني مهني يعني والعاقل يفهم يعرف هذا الاعلام اعلام مهني وطني ويعرف هذا الاعلام اعلام مرتزق صحيح. يتلقى الاموال ويتلقى الاتوات ويعني المبالغ سواء كانت البسيطه او العاليه بدش على محور الصراع السياسي اللي حكاه حصل الكويت بس قبل ما ندش عندي سؤال مهم تفضل بحمد. هل المعارضه او موسميه المعارضه في ذلك الوقت باعت مسلم البراك او ضحت في مسلم البراك؟ هذا سؤال جدا محرج ابو احمد لكن يعني محمود عزيز او و... استغلت مسلم البراك محمود عزيز وكلمه كلمه حق يجب ان تقال مسلم البراك رجل يعني وطني من الطراز الرفيع قد تكون هناك بعض يعني الاشياء التي لا اتفق فيها مع ابو حمود مثل تصعيد الخطاب السياسي لكن الكل يعني لا يختلف اثنان حتى وان كانوا يختلفون في الامام الاعلام وغيره يعلمون بان ابو حمود مسلم البراك شخصيه وطنيه لن تتكرر بكل تاكيد تم استغلال يعني مسلم البراك مو استغلاله يعني كضعف منه لكن باعت او استغلت استغلت وطنيه حمود هناك تيارات سياسيه استغلت وطنيه حمود والتيارات هذه يعني ابو احمد لما تمت المقاطعه وتم رحيل يعني ابو حمود وغيره من الشباب الوطنيين وقعدوا في تركيا وجدنا هذه التيارات من دون تحديد اسماء جاءت وشاركت في الانتخابات ووصلت مجلس الامه على الرغم من رفضها للصوت الواحد وتحججت بحكم المحكمه الدستوريه بان خلاص يعني يجب احترام حكم المحكمه وجاء هذا الاحترام متاخرا. للاسف والكل يعلم توجهات هذه التيارات والكل يعلم بان بحسن نيه محمود ووطنيته يعني تم يعني استغلال هذه الايقونه الوطنيه من بعض التيارات السياسيه الوصول وبحمود يعلم ولكن لا يريد ان يعني يجرح بعض الاشخاص الوطنيين من التيارات وان يفكك يعني بعض المصلحين لوجود بعض السيئين في هذا التيار حتى معروف يعني وكلنا نتذكر ساعة كان مسلم البراك عنده خلاف كبير مع رموز معارضه يعني تسمى رموز كان هناك خلاف معهم وكانوا يهاجمون مسلم البراك. اي معارضه ابو احمد هل تقارن معارضه اليوم بمعارضه الامس؟ ليش إيه مو بدك معارضه يقولون هذول يعني اصلاحيين؟ م... معارضه الامس منذ تاسيس الدستور والاباء المؤسسين الى اليوم. يعني هناك اختلاف شاسع ابو احمد قبل المعارضه لها حس وطني ايه؟ قبل النائب لما يدخل ببشته تحس فيه احترام لقبه عبد الله السالم لا مكبرات صوت وتسجيلات وواحد يدش قبلها بفتره ويحط تسجيل والثاني يقول سبيت, دي دي سبيت امي جديده يسجلون سبيت امي احنا في مدرسه مشاغبين ولا ولا برلمان للاسف قلت مش مش... مش... مدرسه مشاغبين هل ما يحصل فعلا تسيء للديمقراطيه الكويت اليوم نسمع نقد من دول الخليج ومن دول العربيه اذا هذه الديمقراطيه ما نبيها فعلا اسانا للديمقراطيه الديمقراطيه مطلب اساسي في الكويت ويجب ان لا نتخلى عنه بكل تاكيد لكن كيف نستخدم الديمقراطيه؟ الديمقراطيه هو استماع رايي وراي الاخر اليوم لما راي الاخر يتكلم هناك ارهاب فكري يعني بكل تاكيد وليهاجم من يهاجم الانصاف يعني لابد ان يكون الانسان منصف ولو كان على نفسه يعني اليوم افترض مثال اليوم صفيت مع مرزوق الغانم معجب برأيه مثلا مثلا يعني كشخص آخر يأتي شخص من الطرف الآخر أنت مرتزق وعطاك وشربت شاي بالياسمين وانت غير وطني وانت انتهازي بينما إذا وقفت مثلا مع الأخ محمد براك المطير راح يقولك أنت رجل وطني من الطراز الرفيع وأنت رجل يعني من الشخصيات السياسية الوطنية التي هل... سيدونها التاريخ ما بس هذه القنوات هي الاعلاميه اللي انت ذكرتها مساء هي اللي تنشر الاخبار هذه بالضبط وبعض الحسابات الوهميه لكن مواقع التواصل الاجتماعي لا تقاس بها مساله الراي العام يعني هناك تذمر بكل تاكيد ولا نوع في اي طرف من الاخطاء من يعني في الامور السياسيه وصراعات سياسيه اللي قاعد تحصل لكن مطالب بهذا الوقت لاجل مصلحه البلاد، التهدئه ترى من العقل ومن رجاحه العقل لما تطالب بالتهدئه مو معناته انت ضعيف ولا معناته انت بصام ولا معناته انت معارض شرس وعلى مع طاري معارض معارض شرس هناك معارضين شرسين اليوم نراهم يتصدرون المشهد يعني تو معينين بعضهم اخوانهم في مكاتب وكذا واكبر دلاله يعني مساله تاجيل استجواب يعني وزير الصحه ويدعون المعارضه الشرسه والكل يعلم والشارع يعلم والشعب يعلم يعني من يعارض لاجل مصلحه الكويت ومن يعارض يعني كدما بتسيره ومن يعارض لمصالحه الشخصيه. يعني تؤكد محمد من يدعون اليوم انهم معارضه، يدعونهم معارضه هم اكثر ناس مستفيدين من الحكومه، صحيح؟ لا شك في جزء معارض لاجل الاصلاح وهو جزء قليل اليوم في هذا قليل. البرلمان، في البرلمان هذا قليل نعم. زين؟ لكن هناك معارضين يعني نعرف امورهم التجاريه ما نتطرق لها حتى لا يكون لا تكون المساله فيها نعرفهم عدل لان لان ممكن تكلم يقول لك من باب ابداء الحريات واطلع من هذا اللقاء احصل نفسي في النيابه بشكوى من 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 هذا النائب الذي يدعي الحريات لكن الكل يعلم بان هناك متنفعين في هذه المعارضه هناك من يريد ان يتصدر المشهد كبطل قومي ويرى نفسه يعني امام الجمهور في بعض المعارضين فيهم نقص ويعني امراض نفسيه للاسف للاسف يعني. اللي يزعل اليوم نسمع 6 11 16 8 7 2 اسماء يعني تجمعات غريبه ومره تصير ال 11 تصير 16 ومره 16 ترجع 11 شنو قصتهم التجمعات؟ على شنو اتفقوا وعلى شنو اختلفوا؟ والله ابو احمد انت مثل ما انت شايف يعني خمسة اشهر الان قرابه الخمسة اشهر وما زال الصراع صراع شخصي يعني لا مشاريع لا اقرار مصالح خاصه بالبلد لا كذا، المساله كلها مساله ما نبي مرزوق في الرئاسه ونكون واضحين ونبي شخصانيه شخصانيه ونبي نازم الموقف ونبي نسقط هذا المجلس نحله حتى لا يعود مرزوق رئيس اذا ما فادت هذه المساله وما فادت هذه الامور من اساءه للديمقراطيه الكويتيه يعني في داخل قبة عبد الله السالم آه راح نلجأ للشارع وظهرت مجموعة من الهاشتاجات والرسوم مثل خلق جاهز وغيرها آه عارفين المسار وين رايح شو لما يرفعون شعار اليوم تقليد لساحة الإرادة يعني عودة لساحة الإرادة مو ساحة يمكن يودونها مكان ثاني بالضبط خلق جاهز عندنا جاع... جا... قصدهم خلق جاهز يعني. عندنا جائحة كورونا عندنا أوضاع إقليمية غير غير متزنة يعني عندنا آه يعني قضايا فساد أكبر, أكبر دلال على ذلك نستذكر يعني وزراء مسؤولين يعني رئيس وزراء سابق ترى بدا الكويت يعني قعدوا الان بالضبط كلهم وينهم عن المساله هذه؟ يعني انا استغرب تواجدهم او ابتعادهم عن المساله هذه لكن من يعني يعني شارك في الانتخابات يعني بعد فتره من حكم المحكمه الدستوريه ب يعني صحه الصوت الواحد راح تشوفه بعد فترة يعني يتراجع مثل ما تراجع في الكثير من الأمور هي موجات وهناك نواب للأسف وعرفهم بأسمائهم يعني ويقولوا لي محمد نحن ضد هذا التصعيد غير المبرر لكن هي موجة يعني حتى لا نخسر يعني ويشكك فينا وفي ذممنا المالية نسير في هذه الموجة بعض النواب يقولوا احنا مو راضين اللي قاعد يصير بس ما نقدر نتخذ موقف بخوفنا من الارهاب الاعلامي بكل تاكيد ارهاب قد يكون هناك ارهاب اعلامي وقد يكون هناك توجيه من بعض يعني زعماء المعارضه الحاليين من خلال يعني زعماء المصالح حساباتهم الخاصه التي تدار واللي بتوجيه اللوم على هؤلاء النواب ومحاربتهم مثل ما كان هناك مجموعه معاهم اختلفت معاهم بعد ان يعني طالب سمو الامير حفظه الله باحترام حكم المحكمه السورية وبالتهدئه لجأوا الى التهدئه تم الهجوم عليهم وتم التشكيك في ذممهم الماليه وب يعني اسرهم وزوجاتهم وامهاتهم والطعن في اعراضهم وهذا امر مقزز في المجال السياسي نحن نمر بمرحله خطيره مرحله سيكولوجيه خطيره في المجال السياسي هي مساله يعني اليوم خلاص انت مو متضرر من مساله الاساءه لك والتشكيك فيك كونك كرجل لا اتعرض لزوجتك ولبنتك ولخواتك يعني هناك الكثير من النواب يعني يرجعون بيوتهم في ظل هذا المجلس وذكرها يعني الاخ احمد الشحومي انه يرد امه تبكي زوجته تبكي يعني هناك يعني استخدام سيء لمواقع التواصل الاجتماعي اختلف معك وصل فكرتك وجهه نظرك بكل ادب واحترام الديمقراطيه احترام الراي الاخر مو تضليل الراي الاخر التضليل ما هو من الديمقراطيه التضليل يعتبر من مبادئ الارهاب لان الارهاب يضلل ويسيطر راي واحد راي فاشي يوصل رساله معينه راي بعثي هذا 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 الراي الواحد الكويت بلد فيه العديد من المشارب العديد من الاراء العديد من التوجهات واكبر دلاله على ذلك يعني كل التيارات السياسيه ومن ضمنها الاخوان المسلمين موجوده في الكويت يعني قضية المعارضة دائما في السابق كانت عندنا معارضة الستينات والسبعينات ويمكن لستة ثمانية كانت معارضة على القوانين، معارضة على مواقف، كش أوجه فساد، اختلفت المعارضة حاليا. اللي يخليني ادفع يدفعني للسؤال، وأنا قاعد يعني أراجع حال بعض من يدعون المعارضة. ما شاء الله واحد عنده جامعة ويقول خلينا نسوي اعتصام بتويتر. زين ما أنت ما شاء الله أرض خاخذة حكومية وجامعة ما شاء الله الحكومة تبعث لك الطالب مبلغ وقدره صحيح. وتستفيد من فلوس الحكومة والثاني عنده مستشفى والثاني عنده مناقصات حق إخوانه وأهلها والثالث يعين وعندهم من العائلة في كل المناصب الحكومية شو القصة محمد شو تسمى واحمد لأنه قبل ما كان في منصات مواقع تواصل اجتماعي كان في صحافة ورقية ايه. والكامبين يعتمد مع الصحف الورقية الآن عندنا مجموعة وزخم كبير من الإعلام الإلكتروني سواء المرخص أو غير المرخص أو الحسابات الوهمية فلما تتخذ موقف مثل هذا ويتم ارهابك بالتعرض لك ولاسرتك وكذا في بعض النواب يفكر في هذا المنح يقول لك يعني انا معاكم يتجه للحكومه يقول لها انا معاكم بس خلوني يعني ظاهره صوتيه ومثل ما ذكر يعني مجموعه من الكتاب العرب ظاهره صوتيه <applause> خلوني بالظاهره الصوتيه واتجه بهذه الظاهره الصوتيه وانا معاكم باللي تبونه في بعض المسائل وقت التصويت اطلع برا ما اصوت لكن ابي اعيش كورونا حوشني كورونا ابي اطلع بوجه يعني امام الملا أن يحطوا لي شيلات وقصايد وماخذ حقه بدق خشوم وكثير من المسائل هذه مسائل الارضاء النرجسيه الخاصه بهذا النائب او بتياره اللي قاعد يصفق ما الجمهورة. واجهت واحد منهم اخوي محمد واجهته وقلت انت يعني متناقض في والله ابو احمد شوف برقب. النواب يعني هناك مجموعه كبيره في قبه عبد الله السالم شيء وفي الدواوين والجلسات الخاصه شيء ثاني ف... والسياسة هكذا يعني من عمر الدنيا فيها دهاليز ف... يعني لما نتحاور يقول لك الشارع يبي كذي الشارع يبي الشارع التواصل الاجتماعي تبي فلازم اني اسير في هذا المسار ممتاز موضوع العفو الشامل والخاص استغلوه؟ بكل تاكيد تم استغلاله لدي معلومات خاصه بان هناك تيارات كذلك حتى من اقطاب التيارات السياسيه موجودة في, في تركيا ترفض هذه المسألة يعني وهناك تنسيق معهم في هذه المسألة في انقسام في هذه المسألة الشارع اللي هنا موجود بكل تأكيد لا يريد عودة يعني الأقطاب السياسية اللي متواجدة في الخارج من اللي ما يبيهم في في نواب من المعارضه الحاليين داخل المجلس داخل المجلس ما يبونهم ما يبونهم يسمون نفسهم معارضه ويرفضون أكبر دليل على ذلك عدم تواجدهم في يعني التصويت على العفو الشامل اللي مو محمد العراده انتقده انتقدوه مجموعه من الشباب اللي متواجدين في تركيا واكبر دليل على ذلك اخوي ناصر رداس وغيرهم من الاخوان اللي انتقدوا عدم تواجد النواب وظنوا بان هناك اتفاق ضمني في هذه المساله يعني نحن نتمنى بكل تاكيد عوده يعني الاخوان لكن يعني اسوه بالبقيه، ابو احمد اليوم لما يكون اخ مثل الدكتور وليد الطبطبائي او فهد الخنا يعني اعتذروا وعادوا يعني للكويت وقابلوا سمو الامير واعتذروا على ما تم الاساءه به، يعني هل من الانصاف ان تعيد الاخرين بلا اعتذار وتجرح الاشخاص من اسر كريمه مثل اسره الساده الطبطبائية او الخنا من قبيله العجمان وغيرهم من الاسر الكريمه ان هذول اعتذروا والبقيه ما اعتذروا راح تجرح اسر يعني الأشخاص بس خليني اوقف إيه؟ عند نقطه ان في نواب يسمون نفسهم معارضه ما يبون عوده اللي بالخارج في نواب حاليا ما يبون عوده اللي بالخارج ليش؟ يرون نفسهم صف ثاني احمد صف اخير يمكن صف صف ثاني يقول اذا عاد الصف الاول راح نتراجع وراح نفقد كراسينا لذلك الصوت عالي وصوت الشتم و... صوت الشتم ويعني الاساءات المتكرره خوف على مصالحهم بكل تاكيد بكل تاكيد وعندي يقين بان الحكومه تعلم بان هؤلاء لا يريدون عوده اولئك أه بنروح على المحور الاخير استاذ محمد قضيه يعني في قضيه مهمه قضيه الشان العربي ويمكن نهتم فيها القضيه الخليجيه قضية اليمن، هناك من يريد ان تصبح يمن شمالي وجنوبي وهناك من يريد يمن موحد. شنو رايك في الموضوع؟ بكل تاكيد ابو احمد اليمن هو يمن واحد يعني كما عرفنا صحيح في فتره من الفترات يعني كان اليمن منقسم الى قسمين لكن اليوم نطالب جميع الاخوه في اليمن بالالتفاف حول الشرعيه وتطبيق اتفاق الرياض بما يكفل يعني حقن الدماء باليمن ويعزز الوحده اليمنيه العربيه اليوم ابو احمد العالم العربي بحاجه الى الوحده لعده اعتبارات يعني لدينا صراعات اقليميه عندنا يعني تمدد ايراني في المنطقه بعد يعني 2003 عندنا كذلك توغل تركي في الاراضي العربيه في سوريا في العراق بلا اتخاذ اي سياده في عديد من الدول فوحدة العالم العربي ووحدة الصف العربي يتطلب إعادة يمن عربي لأن اليمن يعني إذا كانت مصر قلب العرب النابض فاليمن يعني هي أساس الأمة العربية فوحدة الأراضي اليمنية وتحت القيادة الشرعية وحقن الدماء وعودة اليمن واحد بكيان واحد يعني وعودة إعمار اليمن وتقدمها شيء مطلب اساسي لكل الامه العربيه اذا كان هناك اي خلاف فصناديق الاقتراع هي الحكم كون اليمن يعني دوله جمهوريه. ممتاز بعض الحسابات في الكويت وشخصيات لها توجه سياسي دائما تحاول الاساءه للمملكه العربيه السعوديه. ويدفعون نحو ان خلوا تركيا تينا وما نبي المملكه العربيه السعوديه نبي تركيا وانت عارف هذا التوجه السياسي شنو ردك؟ سمو الامير راحل يعني يختصر هذه الكلمه شيخ صباح الاحمد الله يرحمه الله يقول عم. يعني بان اي اساءه للمملكه هي اساءه الكويت والمملكه العربيه السعوديه هي العمق الاستراتيجي للكويت مو بالكويت بس لكل دول مجلس التعاون الخليجي وكلنا داعمين لتوجهات المملكه العربيه السعوديه يعني اما هؤلاء الاشخاص اللي يطالبون يعني بعضهم له توجهات هناك اشخاص كذلك يطالبون ب يعني منهم نواب سابقين يقول امنوا لي المملكه العربيه السعوديه وانا اضمن لكم ايران آه يعني المملكه العربيه السعوديه اكبر من ترهات هؤلاء الاشخاص المملكه العربيه السعوديه شامخه ثابته على مر العصور لديها مبادئها الواضحه يعني بالدفاع عن القضايا العربيه متمسكه بالقضايا العربيه ووحده القضايا العربيه واكبر دلاله على ذلك يوم احتلال الكويت من الغزو آه. الغاشم كان المملكة العربية السعودية موقف تجاه كل الكويتيين شاء من شاء وأبى من أبى التاريخ سيسجل مواقف المملكة العربية السعودية البطولية تجاه الكويت وتجاه مصر وتجاه العراق حتى يعني في الآونة الأخيرة وتجاه كل الدول العربية يعني ما ضر يعني المملكة العربية السعودية يعني إساءة بعض الزمرة اللي تكون قد تكون مدفوعة يعني بأثمان معينة ستبقى المملكة العربية السعودية شامخة في هذا المجال سؤال أخير البعض يطالب بالعفو عن خلية العبدلي سامحوهم والله هذا اللي طالب بالعفو عن خلية العبدلي يعني ما أدري إيش أقول له يعني ودي أناقشه في موضوع مسألة الولاء الوطني لديه يعني خلية بأحكام معينة وبأحكام قضائية كلها كل احترام والتقدير هذا الأمر مرفوض والبعض يريد خلط هذه المسألة مع العفو للإخوان يعني في ترتيبات معينة مثل الاعتذار وغيره بحجة أنه إذا عفيتوا عن هذولك تعرفون عن عن هذا هذيلي قضيتهم تختلف كخابر عن, عن هذين بكل تأكيد هذا خلاف سياسي وهذا يعني موضوع في مسألة أم دولة فبكل تأكيد نرفض هذه المسألة وكل شخص يدافع عن هذه المسألة هذه ما هي حرية رأي بكل تأكيد هناك أحكام قضائية ويجب احترام هذه الأحكام القضائية لأن من لا يحترم القضاء لا يحترم مؤسسات الدولة وأركانها ومن لا يحترم مؤسسات الدولة وأركانها لا يحترم دولة الكويت بكل تأكيد محمد العرادة من سر اتحاد الإعلام الإلكتروني شكرا لك على هذا اللقاء وعلى صراحتك يعطيك العافية أبو أحمد ونشكرك ونشكر ديوان الملة على هذه الاستضافة شكرا لك اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه برنامج ديوان المله مع السلامه